سيد الرئيس، ندخل في 400 مليون في الشهر. اسكو العبد لله مستحق انه يبيع مخدرات ولا يلحم مخدرات؟ 400 مليون في الشهر نخدم فنان. هذي 400 مليون شو كيزويت وحفلات. اسكو انا مستحق باش نبيع مخدرات؟ سيد الرئيس اذا مانيش باش نتكلم باش يحطوا لي مخدرات وباش يعدوني على المخدرات. وانا تونسي الكل تعلم اللي انا عملي ما بعت مخدرات. انا فنان اوكي، ضروني في عائلتي، ضروني في فلوسي، ضروني في صحتي، ضروني في دبرمت كل دبي. عديت الحبس في دبي، عديت باش يعاودوا يعدوا لي الحبس. جراير شكون؟ جراير السيستم القديم، جراير سيستم بن علي، جراير سيستم باش نعاود شد الحبس. سيد الرئيس انا مش قادر نشد الحبس، انا فنان نلعب على انترناسيونال ونلعب على درب وتونس اوكي. زاح تونس تحبني من بنزرت البنقردين. سيد الرئيس تعبت نفسانيا، تعبوني نفسانيا، تعبوني في عائلتي، نكروني في عائلتي، تعبت في مخي. سيد الرئيس نحب نخدم، نحب نتحرك لبرا، نحب نعمل كونسيرت كبار، نحب ما خلوني. سيد الرئيس راني تعبت، راهو تهديدات نضربك في وجهك نعملولك كيفاش انا نعيش فيها البلاد هذيا. يزيني انا عديني للحبس، عديني للحبس في دبي. دريد بن علي حاب يقتلني، دريد بن علي تونسي كل كذبتني. سيد الرئيس يزيني معاك كليت تدبرش اثارها بكليت تعذيب بكليت في دبي. علاش سيد تعبت ما عادش نجم. امي مريضة، امي قتلوني، مخدرات قتلوني. تتكلم نعملولك وتك تك وعبيد تحرك في المراكز وعبيد تحرك في دولة كاملة. شاولي سمعتي هاو يبيع هاو مخدرات. سيد الرئيس 400 مليون في الشهر شو كيزويت؟ قربت 400 مليون نتورك. شاولي سمعتي حرقوني في البلاد. تعبت نفسانية، ريت في نفسيتي. سيد تعبت ما عندي لشكون نشكي. لين احكي له كل العبيد الكل شارينا، العبيد نحكي له يقول لي ليه راك غالط، راك بيك راك عليك، راك بيك راك عليك. دريد بن علي حاب يقتلني، ورابريت حبت داخله في اللعبه حبت تقتلني في دبي. سيد الرئيس مش فدلك راني انا ايشنيه باش تبكي امي مره اخرى. سيد الرئيس نمشي للحبس علاش؟ انا نخدم بحليلي، كان فما حاجه حرام نعمل فيها مش مشكل تنتحاسب عليها. كان فما حاجه حرام الشرطة راقدة، كان فما حاجة حرام صورتني فيها الشرطة طاني مش مشكل. قسما بالله والله عندي ديزارتيست انترناسيونال، نحب نخرج للعالم، نحب عبيد ترسبكتيني، عبيد في الأوروب ترسبكتي. حليت برودكشن، حليت البرود متاعي عندي 3 شهور. سيد الرئيس ما دخلت ليش برود، حليت برود ما عندي كيفاش نعمل، ما نعرفش كيفاش نعمل. ما لقيت حتى حل للروحي. امي مريضه، قلب سكر دم، عبيت تكذب عليها، عبيت تجي، عبيت تخدم في الدوله. سيد الرئيس شنو نعمل؟ ما فهمتش شنو نعمل. اوكي رابور ضد السيستم وضد مي، شنو نعمل يعني؟ ما ناكلش خبز بحليلي، واللي عنده جرام اللي انا بعد حرام ميسيرش خليه يتفضل.